لو انت موبايلك شاومي ووصلك تحديث اندرويد 11، فاكيد لاحظت ان اختيار قفل التطبيقات اختفى من مكان الاخيرة اللي كان موجود فيه. فازاي تقدر تقفل التطبيقات في الخلفية دلوقتي في موبايلات شاومي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا الموضوع رخم جدا انك تبقى فرحان بتحديث اندرويد 11 اللي لسه وصل لك، وبتبكي على ضبط المصنع اللي مضطر تعمله بعد كل تحديث، وهوب يا معلم نلاقي اختيار قفل التطبيقات اللي بنعمله علشان التطبيقات ما تتمسحش لما نيجي ننشط الرام اختفى. ديزي قول لي مبروك. مبروك، خسرت كل حاجه وكسبت النضاره دي. حلوة. ودي طبعا حركة إلا بتحصل من تحديثات عالية، والمفروض ده غلط. والأغلط بقى، حلوة الأغلط دي، إنه طلع الحمد لله موجود، يعني ما التفاش مع التحديث ولا حاجة، ولكن موجود في حتة غريبة جدا، موجود في دخنوق جوه دخنوق جوه الموبايل، وكمان مش سهل وسلس زي الأول. يعني المفروض إن أنت تحديث يسرع ويسهل ولا يعقد ويملل. ما علينا، تعال بقى نمشي الخطوات ونعرف الطريقة. بس قبل ما ندخل في التفاصيل يا صديقي، ما تنساش إنك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا علشان الفيديو يوصل للناس اللي بتعاني بسبب المشكلة دي. واللايك على فكرة سهل ومش هياخد منك ثواني. أول حاجة هتعملها إنك هتدخل على السكيورتي، بعد كده هتدوس على علامة الترس اللي موجودة فوق هنا. هتلاقي في عندك حاجات كتيرة جدا، بس مش هنركز مع أي حاجة منها غير بوست سبيد. طبعا هيكون موجود في ترجمه باللغه العربيه للخطوات دي برضو. المهم لما تخش على بوست سبيد هتلاقي موجود عندك لوك ابس. لما تدخل عليها هيكون ظاهر عندك كل التطبيقات اللي موجوده على الموبايل. اي تطبيق انت عايز تقفله في الخلفيه هتشغله بس من المفتاح اللي جنبه هنا. لما هتدوس عليه التطبيق ده هيكون موجود معاك في الخلفيه ومقفول، مش هيتمسح مهما عملت. بيفكرني بمثل ودنك منين يا جحا، حسبي الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل فيك. وحتى الان للاسف ما لقيتلهاش طريقه اسهل من كده، رغم اني حاولت ادور يعني. ولو لقيت لها طريقه اسهل هتلاقيني كاتبها في التعليقات. ولو انت بقى لقيت طريقه اسهل تقدر تكتبها في التعليقات، ولو نفع هثبت التعليق بتاعك، ما مش حكر علينا يعني. ولو ما نفعش هاخد التعليق بتاعك باسمك واثبته انا في التعليقات. ودي كانت نهايه الفيديو. ما تنساش انك تدوس على زر اللايك اللي عندك زي ما اتفقنا، وهيكون فينا زرار اشتراك وجنبه جرس تقدر تدوس عليهم علشان تتابع جديد اول باول. شكرا للمشاهده، نلقاكم على خير.